عام مضى منذ أن هزم داعش هنا في الرقة عاصمة التنظيم، إلا أن أثره وآثار المعارك التي دارت لإخراجه ما زالت ماثلة عبر أكوام الأنقاض والمنازل المهدمة والجسور التي أصبحت أثرا بعد عين، فقطعت أوصال المدينة وريفها. عمليات يمكن القول بأنها خجولة أمام حجم الدمار لإزالة ما أمكن من الأنقاض، والتي اقتصرت حتى اليوم على الطرقات العامة والأبنية المهدمة التي تعيق حركة السكان. منذ بداية العمل على ترحيل الأنقاض إلى هذا التاريخ تم ترحيل ما يقارب 1,000,000 متر مكعب من الأنقاض، ولا زال هناك الكثير. السكان هنا لا يحملون كثيرا من التفاؤل، هذا إن لم يكن معدوما بإعادة الإعمار. أنا ما تأثرت على الموقف، يعني ابني راح وكذا ودفنته بإيدي، ما تأثرت على الموقف قد البيت، يعني راح كل شيء أمل عندي، أنا كنت عاقد أملي أنه أنسى تراني وعيالي بهالبيت، راح كل شيء هسه. احنا كنا بجنة ربنا ودحق العدد دحق صار بينا، قلنا نشحذ مية، قالوا المدام نبكي. ما ضل عنا لا بيت ولا ضل عنا شيء، والحمد لله عايشين. فرص الشغل صفر، معدومة، الأرقام بالأراضي، هذا لغم ليكم. مجلس المدينة يرى أنه فعل ما أمكن لتأمين الخدمة الرئيسية بدعم من قوات التحالف ضد داعش، وأعطى أولوية للمياه وأفران الخبز. كان من الأولويات هي إيصال المياه أولاً بعد ترحيل الأنقاض، والشوارع الرئيسية أصبحت سالكة، فبعد تأمين المياه وإلى نسبة تصل إلى حدود 70-80% من الأحياء وصلت المياه، اتجهنا باتجاه دعم تأمين الخبز، حيث تم افتتاح 78 فرن مدعوم سعريا. ويخشى السكان بأن يصبحون نسيا منسيا، خاصة وأنهم يعيشون في منازل مؤجرة بمبالغ كبيرة مقارنة بالدخل المحدود جدا لأبناء المدينة الذين يعمل معظمهم بالزراعة والأعمال المجهدة. ايه، وعلى اساس وعدونا انه اعادة اعمار، ما في اعادة اعمار، كله حكي، ما في اعادة اعمار ابدا. وهذا حالنا، باركين مستأجرين، عم ندفع بالشهر $120 اجار البيت. عبد حليمي، إرم نيوز.